أصحاب العمل هم أبناء لهذا الشعب، هم أبناء لهذا الوطن، وبالتالي عليهم دور اجتماعي لابد أن يقوموا به، وإذا ما قاموش به ما يسألوناش اللي يحصل في بلدنا بعد كده. قيامهم بدورهم الاجتماعي يساعد على الاستقرار، يساعد على تقدم هذا البلد ونموه. أغلبية سوق العمل الآن في مصر، وده الأسباب تاريخية طبعا، هو الآن هذا القطاع قطاع للقطاع الخاص، وبالتالي على القطاع الخاص أن يقوم بدوره في دوره الاجتماعي. أنا بحيي ده، وأعتقد هذا الدور موجود في العالم كله، وأولى بيه أن يكون في مصر.